أقامت إذاعته صوت الكنيسة في الأردن إفطار المحبة السنوي الثالث بأحد مطاعم العاصمة عمان، برعاية الدكتورة باسمة السمعان مديري مكتب فضائية نورسات الأردن، وحضور راعي كنيسة قلب يسوع الأقدس لعلي الأب علائم شربش ومساعده الأب جوزيف سويس وجمع من المدعوين. إلى المزيد. رعت الدكتورة باسمة السمعان حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس حفل إفطار المحبة الثالث الذي أقامته إذاعة صوت الكنيسة بعمان، والذي تم لغايات تمتين العلاقة بين الإذاعة التي مضى على تأسيسها 4 سنوات وبين مستمعيها داخل المملكة الأردنية الهاشمية. حضر الاحتفال الذي أدارته الإذاعية ليزا منصور، والتي قدمت شرحا وافيا عن الإذاعة منذ تأسيسها، المرشد الروحي للإذاعة قدس الأب علائم شربش راعي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين اتلاع العلي، وقدس الأب جوزيف سويس وعدد من الراهبات وفريق عمل الإذاعة وجموع من محبي ومتابعي برامج الإذاعة. نحن اليوم معاكم بإفطار المحبة الثالث لإذاعة صوت الكنيسة. تشرفنا بوجود الجميع معانا اليوم، وأكيد كان برعاية الدكتورة باسمة السمعان، مشكورة لدعمها الدائم لإلنا. وكان تجمع حلو، الناس المبسوطين. حكينا شوي عن إذاعتنا. نحن كإذاعة صوت الكنيسة عبارة عن أبليكيشن موبايل نقدر ننزله على الأب ستور، نقدر تسمعونا دائما أكيد ببرامجنا. وشكرا لكل حدا ساهم معنا بهذا الإفطار لليوم. وفي كلمة لرعية الحفل تحدثت السمعان عن الدور الديني والروحي لإذاعة صوت الكنيسة وعلاقة التوأمة بمكتب فضائية نورسات الأردن، وعن أهمية دعم الشباب في أعمالهم ونشاطاتهم الهادفة. وشكرت السمعان كل شخص حضر الاحتفال وقدم دعمه للإذاعة لتستمر في عمل بشارتها للمعمورة. إفطارنا اليوم كان لدعم شباب اللي قائمين على إذاعة صوت الكنيسة، الله يعطيهم العافية منقول. ونحن بوجودنا والعائلات اللي كانت موجودة والأشخاص اللي كانوا موجودين شاركوا بهذا الإفطار. يعني هو الإفطار مش بمعنى إنه للدعم المادي، أكثر من إنه هو للقاء عائلي بمحبة نقول لها الشباب اللي بقوموا على هاي الإذاعة صوت الكنيسة، الله يعطيكم العافية، اللي بتقوموا في رائع جدا. فبتطلب منا الدعم المعنوي قبل الدعم المادي. وإحنا دائما نقول بمنابرنا إنه نتمنى إنه ما نكون بحاجة للدعم المادي، لكن الوضع العام يتطلب. لكن بمحبة الناس وبمشاركتها بدعمهم للشباب، زائد انه بالنهاية الدعم المادي بيجي بس مش هو الأساس. فبنتمنى للقائمين على صوت الكنيسة كل الدعم والمحبة، ومتمنى انه هذا الموسم اللي جايين عليه موسم الميلاد يجلب الفرح السعادة والطمأنينة والسلام لجميع العائلات وللعالم أجمع، ويعطيكم العافية. وأشار قدس الأب مشربش في كلمته إلى ضرورة دعم الإذاعة التي تنقل بالصوت والصورة جميع الفعاليات الدينية والقداديس الإلهية من كافة الكنائس الرسولية في الأردن، كما أضاف أن الإذاعة تعمل على نشر كلمة السيد المسيح والبشارة من خلال برامج روحية إسبوعية ثابتة وصلت لآلاف المتابعين. اليوم نظمت إذاعة صوت الكنيسة لفطور المحبة الثالث للسنة الثالثة على التوالي بعد 4 سنين من تأسيس إذاعة صوت الكنيسة. بتنظم هذا الفطور اللي بهدف لجمع بعض التبرعات لاستمرار خدمة إذاعة صوت الكنيسة. ما بتعرفوا إذاعة صوت الكنيسة هي مبادرة شبابية بتسعى لإيصال كلمة الله من خلال التقنيات الحديثة، إن كان من خلال فيسبوك أو الموقع الإلكتروني أو التطبيق تبع الإذاعة. اليوم الإذاعة شوي شوي عم تكبر بنعمة الرب وبمشيئته، والهدف الأول أن نجمع كل الكنائس الرسولية في مظلة واحدة لحتى فعلا نوصل كلمة ربنا ونساعد الناس تعيش بعلاقة أقوى مع الرب. اليوم فعلا فرصة كنا نجتمع ونشوف كل الداعمين ومحبي وأصدقاء إذاعة صوت الكنيسة، وبالمقابل كمان نشكر كل الداعمين من جمعيات مؤسسات ومن أفراد أيضا اللي على مدار السنة عم تدعم هاي الخدمة، خدمة إذاعة صوت الكنيسة. بتمنى كل التوفيق والتطور للإذاعة لحتى نضل فعلا نعطي لروح الرب
نعطي من كل قلب بمحبة. وأيضا مناسب كان أشكر فريق إذاعة صوت الكنيسة على كل تعب على كل جهد على الروح التطوعية اللي بيعملوها من أجل إيصال كلمة ربنا. وأيضا لقناة نورسات مني ومن فريق إذاعة صوت الكنيسة كل المحبة والشكر، وشكرا لوجودكم اليوم لتغطية هذا الحدث. ومن ثم سلم مؤسس الإذاعة المهندس عيسى خوري الدروع التذكارية للأب علاء مشربش والدكتورة باسمة السمعان عربون شكر على دعمهم المتواصل ومحبتهم وخدمتهم في الإذاعة.